مجموعة حفظ النظام بالإضافة للفرق المتخصصة كالفرق كفرقة الكلاب البوليسية، الفرقة الجهوية للتدخل، بالإضافة للفرقات المحاربة المتفجرات. فالبرنامج ديال ولاية الأمن اقتضى تأمين المدينة ككل، وذلك بوضع مجموعة من التدابير الأمنية، من جملتها وضع السدود على مستوى المداخل الخاصة بالمدينة اللي كتواجد على مستوى النقط الفاصلة ما بين المدار الحضري والمدار القروي على أساس تتبع الوضع على مستوى النقط ومحاربة ديال الظواهر. بالإضافة فيما يخص داخل المدينة وضعت ولاية الأمن طنجة مجموعة من التدابير، من ضمنها توظيف دورية ثابتة قارة ودورية راجلة تجوب مختلف القطاعات، بالإضافة لدورية راكبة. كذلك فيما يخص المساهمة باقي الوحدات الأمنية التابعة لولاية الأمن، وتم وضع مجموعة من التدابير من ضمنها الارتكازات على مستوى المحاور اللي كتعرف اكتظاظ وكتعرف إقبال المواطنين، بالإضافة للمساهمة ديال وحدة المرور اللي بطبيعة الحال الدور ديالها أساسي في المدينة، كيف ما كتشهدوا على أن المدينة عرفت اكتظاظ وتردد مجموعة من مستعملي الطريق، فوحدات المرور كتساهم دورها كباقي الوحدات الأمنية المشكلة ولاية الأمن في تدبير الشأن المروري وبطبيعة الحال محاربة المخالفات المرتبطة بقانون مدولة السير. بمناسبة نهاية السنة ديال 2023 بداية السنة الجديدة 2024، الله يدخل علينا بالصحة ولنا إن شاء الله. جميع مكونات ديال المنطقة الإقليمية ديال بني مكادة بطبيعة الحال سخرت جميع الجهود والوسائل اللوجستيكية والبشرية بطبيعة الحال تحت الإشراف الفعلي ديال السيد ولي الأمن اللي كيصار على تنزيل هذه الترتيبات الأمنية، والغاية بطبيعة الحال كلها هي استتباب الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ديال المواطنين. طبيعة الحال كيف كتشوفوا بأن جميع الوسائل والنجادات راه كتقوم بتغطية شاملة ديال جميع المحاور والنقاط ديال المدينة وخاصة منطقة بني مكادة، وباش الأمور تدوز كلها أمنيا جد جيدة. طبيعة الحال هاد التوجيهات والترتيبات هذه كلها اللي شفتوها على أرض الواقع كتم من أجل غاية واحدة، هي جعل ولا خلق الامن والامان والاحساس بالامن والامان لدى المواطن. طبيعة الحال وهذه التوصيات والتعليمات اللي كنتلقاوها دائما من المديريه العامه للامن الوطني تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. شكرا. اولا السلام عليكم ورحمه الله، سنه سعيده وباش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم انتما كتشوفوا راس العام دوزناه مزيان في طنجه وبخير وعلى خير، ودخلنا فرحه للاطفال ومشينا عند الاطفال، الناس كلشي فرحانين وكلشي كيتصور، الناس كلشي فرحان وبخير وعلى خير، دخلنا فرحه للاطفال صغارين وسنه سعيده وباش ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي، والله يدخل علينا في الصحة والسلامة.